عنفوان ثوري يجسده هذا الحضور الكبير احتفاء بثورة 11 من فبراير في ذكراها 8 هنا في مدينة التربة مركز الحجرية التي لعبت دورا بارزا ومشرفا منذ اندلاع الشرارة الأولى لثورة التغيير السلمية. نحن اليوم في مجلس شباب الثورة نحيي الذكرى الثامنة لثورة 11 من فبراير، الثورة السلمية التي أسقطت رأس النظام وكادت أن تبحر في اليمن إلى بر الأمان لولا الانقلاب. ومن خلال هذه الفعالية نؤكد أننا ماضون ومستمرون لتحقيق أهداف الثورة. في كلا الحالتين نحن مستمرين، سواء كنا سلما أو مقاومة ومقارعة للظلم والاستبداد، وكذلك نضالا من أجل سيادة الوطن واستعادة أراضيه من قوى الكهنوت والظلام. القيادات العسكرية والسياسية وكذا السلطة المحلية بالإضافة إلى قطاع المرأة كان لها حضور بارز في هذه الفعالية التي لم تغب عنها الحجرية منذ الذكرى الأولى وحتى اليوم رغم حالة الحرب والحصار التي تفرضها ميليشيات الحوثي الإنقلابية على المحافظة. نحن الآن في مرحلة حرجة، علينا بالفعل أن نستشعر هذه المرحلة وأن نوحد كياننا وخطابنا في مواجهة العدو الواحد للشعب اليمني وهو ميليشيا الانقلاب الحوثية، حتى لا نتفرق ونزعزع. الحوثي لا يدخل إلا عبر تخلخل الصف، ما على الشعب اليمني إلا أن يوحد الصف، يوحد الخطاب، يوحد إرادته في تحقيق ما يصبو إليه من تحقيق الأمن والاستقرار. فقرات فنية ومسرحية متنوعة جسد من خلالها أبناء المديرية وعيهم وقناعتهم بأهمية هذا الحدث العظيم وضرورة المضي قدما حتى تتحقق أهداف الثورة التي قدموا في سبيلها تضحيات جسيمة. في الذكرى الثامنة لثورة 11 من فبراير المجيد والتي تساوي الكثير أمام ما قدمه الجيش الوطني والثوار الأحرار والشهداء. يثبت هؤلاء اليوم أنهم لا يزالون صناع المجد ثوارا أحرار، وأن مدينة النعمان وعبد الرقيب عبد الوهاب وغيرهما ستظل على الدوام في صدارة المشهد النضالي الساطع رغم الظروف العصيبة التي تمر بها، لا سيما وأن الميليشيا لا تزال تتواجد على بعد كيلومترات منها. يؤكد الثوار هنا من خلال هذه الفعالية أهمية هذا اليوم التاريخي الذي صنعته دماء الشهداء وأنات الجرحى وعذابات المعتقلين، يؤكدون ضرورة المضي على مسار النضالات الجسيمة كضرورة حتمية من أجل الانتقال إلى اليمن الاتحادي الجديد. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مدينة التربة، تعز.